السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة جحا بائع الحرير. قالت زوجة جحا: خذ هذا الحرير وبعه لنا في السوق. قال جحا: اطمئني فإني سوف آتي لك بمبلغ كبير ثمنا له. وقف جحا في السوق يبيع الحرير، فأراد أهل الطمع أن يشتروه بثمن بخس، فعمدوا إلى الحيلة، وقال أحدهم: يا جحا، هذا الحرير غير جيد، ولا يستحق هذا الثمن الذي تطلبه. وعلى مقربة منه وقف اثنان يتهامسان. قال أحدهما للآخر: إنه حرير ممتاز، ولكن هيا نضحك عليه لعلنا نفوز به. تقدم إليه وقال أحدهما: يا جحا، هذا الحرير رديء وحجمه قليل. وقال الآخر: هيا وافق على بيعه لنا قبل أن لا تجد له مشتريا. أدرك جحا غاية النجار، فقال في نفسه: ما داموا يلحون في شرائه هكذا، فإنه يجدر بي أن أعاملهم بنفس الأسلوب الذي يتعاملون به. وذهب من السوق. عاد جحا إلى البيت وقال لزوجته: هاتي الأحذية القديمة التي عندك بسرعة. تعجبت زوجته وقالت: أراك قد عدت بالحرير، ما الخبر يا جحا؟ قال: سأدبر أمري مع هؤلاء الطماعين. جمعت زوجة جحا الأحذية القديمة التي لديها، وفك جحا لفة الحرير وشرع في وضع الأحذية داخل الحرير. قالت زوجته: ولماذا تفعل ذلك؟ قال: لكي يصبح لفة كبيرة. أعاد جحا لف الحرير وبداخله الأحذية، فصار كأنه مغزل كبير. وقال:
هكذا أستطيع أن أحصل على ثمنه الحقيقي. ذهب جحا بالحرير إلى السوق، فلما رآه النجار فلما رآه التجار تجمعوا حوله، وقدم أحدهم ثمنا تافها، وقال آخر: يا جحا، هذا النوع من الحرير غير مطلوب، فوافق على بيعه له. قال غيره: إننا لا نستطيع أن نشتري منك بأكثر من هذا الثمن الذي حدده لك. فكر جحا وقال في نفسه: هذا الثمن بالنسبة الحرير إلى الأحذية القديمة مناسبا. ثم قال للمشتري: هيا أخرج كيسك وعد الثمن. اشتبه المشتري وشك في الأمر: أيبيع جحا كل هذا الحرير بهذه القيمة؟ وسأل جحا: هل هذا الحرير شغل أهل بيتكم؟ أخشى أن يكون في فيه شيء. قال جحا بكل جد: فيه أحذية. ضحك المشتري وقال: يا لك من رجل به مهزار. وقال آخر: أحذية بالحرير؟ أخرج المشتري كيسه ونقض جحا الثمن، وأخذه جحا فرحا. وعندما فحص المشتري الحرير وحله من اللف، رأى فيه أحذية كثيرة، فذهب لبيت جحا وقال له: أليق بك أن تقول لي ليس في الحرير شيئا وتغشني؟ قال جحا ضاحكا: لو كنت نصحتني بدفع الثمن الحقيقي وعدم محاولة الخداع والعمل على أخذ الحرير مني بالحيلة بعد أن بذلت زوجتي فيه نور عينيها، ما فعلت ذلك معك، وإنني لم أكذب عليك وقد قلت لك فيه أحذية فلم أغشك، وأنت قد اشتريته على حاله.